إذا ينضم إلينا من جنيف عبر تقنية زوم الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف. برحب بحضرتك مرتين دكتور هيثم، ويعني أسألك عن هذه الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي منذ أن بدأ القصف على غزة وعملياته وفي عملياته البرية التي يقوم بها الآن داخل قطاع غزة. ما هي أهم الانتهاكات التي قمتم بتوثيقها داخل القطاع؟ نعم، صباح الخير لك ولكل المشاهدين. طبعا صباح الخير. من أبرز الانتهاكات للكيان الإسرائيلي الذي رصدناه في فلسطين خلال معركته بعد 7 أكتوبر هي التسبب باستشهاد وجرح أكثر من 22,300 شخص وفقد أكثر من 8,000 شخص وإعاقة أكثر من 6,000 أيضا أشخاص مفقودين. كما رصدنا استهداف للقطاعات الصحية ورصدنا تهجير ونزوح للأهالي بالإضافة إلى الاعتقالات واستهداف للمساجد وأماكن للأمم المتحدة. كما أيضا رصدنا استيلاء على أراضٍ وبناء عليها مساكن للإسرائيليين، الاستيلاء على الثروة الحيوانية والاعتداءات على الممتلكات، كما أيضا رصدنا اعتداءات على الثروة الحرجية وإقابة الحواجز والعوائق لعدد من المدن خارج قطاع حتى غزة من أجل مضايقة ومن أجل منع الأهالي من التعبير عن آرائهم. كما رصدنا هدم وتدمير للوحدات السكنية بالإضافة إلى انتهاكات ضد الإعلام واستعمال أسلحة محظورة دوليا. وهنا أيضا رصدنا بيع أعضاء بشرية للفلسطينيين الذين يتم إما اختطافهم إما قتلهم. إدانة إسرائيل بهذه الانتهاكات من جانبكم وتوثيق هذه الانتهاكات كيف يؤثر على المجتمع الدولي دكتور هيثم؟ كيف يؤثر على المجتمع؟ نعم، طبعا كل هذا يعني وضع الكيان الإسرائيلي في خانة يعني لا يحسد عليها، لجهة تطبيقه للقوانين الإنسانية، لجهة ادعاءاته بأن إسرائيل هي دولة القانون وأن إسرائيل تحترم الإعلام وتحترم الرأي الآخر وأنها على مسافة واحدة من كل المجتمعات الإسرائيلية. وهذا يعني تم فضحه خلال هذه المعركة التي أقامها بعد 7 أكتوبر. نعم، كيف يمكن من وجهة نظر حضرتك يعني أن محكمة العدل الدولية كيف يمكن أن تدين إسرائيل، أو هل يمكن أن تدين إسرائيل خاصة مع وجود طلب من جانب يعني جنوب أفريقيا لعرض المسألة على محكمة العدل الدولية؟ نعم، نحن اولا على ابواب على بعد ايام من بدء عمل المحكمه الدوليه لانها ستقام في هذا الشهر في 11 و12 من هذا الشهر. وهي اعتقد انه المحكمه تم اعداد كل الهيئات المختصه من اجل البدء فعليا بهذه المحاكمه، واعتقد ان جنوب افريقيا يعني تتحضر بشكل جيد مع مستنداتها وما لها من معطيات لإدالة الكيان الإسرائيلي في جرائم الإبادة التي ارتكبها في غزة. كما سيكون هناك أيضا بعض الملفات المتعلقة بهذه جرائم الإبادة والتي ستطال أيضا الإعلاميين، لأن الإعلاميين أيضا كانوا من ضمن المجموعة البشرية التي تم انتهاك حقوقهم. طيب لو تكلمنا عن يعني كيفية وقف إطلاق النار أو كيف يمكن الوصول لآلية لوقف إطلاق النار ودور المجتمع الدولي للتوصل لهذه الآلية. علينا أن لا ننسى أن هناك يعني قراران دوليين، يعني 2027/2022 و2027/2022، وهذا القراران الدوليين الأمميين يعني كان واضحا في وجوب التزام الكيان الإسرائيلي بوقف فوري إطلاق النار وبوجوب الالتزام بإدخال كل المساعدات دون أي إعاقة أو دون أي عواقب يعني من قبل الجيش الإسرائيلي، حتى تتمكن هذه المؤسسات الدولية
من إيصال هذه المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في غزة الذي هو بحاجة إلى كل أنواع من المساعدات، برغم أن هذه المساعدات هي غير كافية، ولكن أتخله عليه أن يفسح المجال من أجل إدخال ما هناك من مساعدات من قبل هذه المؤسسات الدولية ومن قبل حتى الدول التزمت، ومن ضمنها الجمهورية العربية المصرية المشكورة أيضا على دعمها في هذا الإطار الإنساني. وطبعا كل المؤسسات المصرية أيضا والعربية، وحتى هناك مؤسسات غربية يعني تتقدم بهذه المساعدات، ولكن الجيش الإسرائيلي يعيق هذه المساعدات حتى الآن. نعم، طب بالنسبة للمساعدات يعني اللي حضرتك ذكرتها حاليا، المساعدات يعني يتم محاولات إدخال ليها من جانب مصر ومن جانب دول أخرى للإخوة الفلسطينيين المحاصرين داخل نعم، القطاع. نعم هناك محاولة من قبل قبرص من أجل فتح معبر بحري مباشر بين قبرص وغزة، نعم ولكن حتى الآن هذا الأمر يعني لم يبصر النور. هناك بعض الإجراءات يتم معالجتها من أجل تسهيل هذه الإجراءات، ونحن هنا نشكر أيضا دولة قبرص على هذه المبادرة الإنسانية، وإن دلت أيضا ستدل على اهتمامها الإنساني بهذا المسار، وهي مهتمة أيضا وقلقة من ما يحدث اليوم في غزة، كما باقي الدول التي يعني أظهرت اهتمامها من خلال شعوبها ومن خلال بياناتها التي أصدرتها. طبعا. أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، على هذه المداخلة.